أهلا بكم مشاهدينا في الأحد الاقتصادي. إقرار نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لعام 2022 والمخصصات المرصودة لصالحه ضمن الموازنة العامة، ما هي أحوال المخزونات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق المحلية؟ أيضا ما هو الدور الذي تلعبه وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وكيف تسير الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع مصر والإمارات؟ ماذا تقدم الوزارة من تسهيلات خدمة للقوانين الاقتصادية التي يتم العمل عليها؟ وهذا وأكثر سنتحدث عنه في حلقة الأحد الاقتصادي لهذه الليلة. أهلا بكم، واسمحوا لي أن أرحب بضيفة هذه الحلقة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا زعبي. أهلا وسهلا بك سيدة دانا. أهلا فيك، مساء الخير. أهلا بك بداية، وأريد أن أبدأ مباشرة بالصندوق. نعم. نتحدث عن صندوق دعم وتطوير للصناعة اليوم. قبل أن أتحدث عن الأهداف أريد أن أتحدث عن النقود، كم هو المرصود لهذا الصندوق؟ نعم، يعطيك ألف عافية. المرصود للصندوق 30 مليون دينار لهذا العام، وتأشيري في العام القادم 30 مليون دينار أخرى. هلأ أقر نظام إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة من قبل مجلس الوزراء الفترة السابقة، وننتظر الآن توشيحه بالإرادة الملكية السامية ليتم البدء بإعداد تعليمات خاصة لتنفيذ ما جاء في الصندوق. الصندوق سوف يتم تشكيل لجنة لإدارة هذا الصندوق برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وعضوية من القطاع العام وأيضا من غرف الصناعة. هذا الصندوق جاء كان من إحدى أولويات عمل الحكومة تحفيزا ولتعزيز دعم تنافسية القطاع الصناعي. الصندوق سوف يتم إدارته بالكامل من قبل وزارة الصناعة والتجارة. الوحدة سوف يتم إنشاء وحدة خاصة بالإدارة، لكن في لجنة الإدارة ستكون برئاسة وزارة الصناعة والتجارة. نعم، اليوم إذا أردنا أن نتحدث عن أهداف هذا الصندوق، ما الذي سيقوم به هذا الصندوق بالثلاثين مليون دينار المرصودة؟ نعم. هلأ الهدف العام والأساسي لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية من المنتجات الوطنية. هنالك ثلاث محاور لتنفيذ هذا الهدف العام. أول برنامج سوف يتم تنفيذه من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير. المؤسسة الأردنية جيتكو سوف تنفذ هذا المحور من خلال تحفيز وتجهيز تحديث الصناعة، الشركات الصناعية. سوف يتم تقديم منحة مالية بدعم بسقف 100 ألف دينار أردني. أيضا فيما يتعلق بالجاهزية للتصدير سوف يتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير بسقف مالي 50 ألف دينار. هذا البرنامج موجه للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. أما يعني البرنامج هذه الثاني، السقوف يعني قبل أن نذهب إلى المشاريع الأخرى، ولكن هذه السقوف سقوف للشركات. نعم، دعم مالي، يعني ندعم شركة ب50 ألف دينار مقابل أن للتصدير، هذا لغايات التجهيز للتصدير، تجهيز الشركة. نعم. لغايات الترويج وتجهيزها من ناحية إذا بحاجة لأي شهادات، بحاجة لعمليات الترويج، لدراسات سوق، في بسقف 50 ألف دينار. أما البرنامج تحديث الصناعة، تطوير مثلا خط إنتاج، السقف المالي 100 ألف دينار. أيضا يشمل قطاعات، هذا البرنامج الأول. يشمل قطاعات معينة، الشركات الصناعية بالكامل، بس الشركات الصغيرة والمتوسطة. نعم. ننتقل للبرنامج الآخر. هذا البرنامج الحوافز مبنية على المخرجات. ماذا نعني بذلك؟ يعني هنالك مؤشرات سوف يتم وضعها من بداية العام للشركة الصناعية
سوف يتم تحديد مثلا إذا زيادة المبيعات أو تطوير خط إنتاج، ما يتم دفعه من قبل الشركة سوف يتم يعني مساهمة بنسبة ودعم مالي لهذه الشركة الصناعية بنهاية هذا العام. طبعا كل الشركات مؤهلة، صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، لكن بالسقوف مختلفة. الشركات الصغيرة بسقف مالي 100,000 دينار، الشركات المتوسطة بسقف مالي 150,000 دينار، أما الشركات الكبيرة بسقف مالي 300,000 دينار. طيب. بالعام يوجد برنامج ثالث. في برنامج ثالث؟ نعم، البرنامج الثالث من الصندوق موجه ضمان صادرات. هنالك حزمة من الشركات، عدد محدود من الشركات المايكروية أو الصغيرة لا تستطيع الحصول على برامج ضمان تأمين الصادرات من قبل البنوك، لأنه يعني المخاطر فيها عالية جدا، يعني بتكون صعب تحصل على هذا الضمان، فموجه للشركات التي تصدر لأول مرة اللي صعب تأخذ هذا الموضوع من عند البنوك، وكذلك أي شركة تصدر منتج جديد فموجه لها هذا البرنامج. طيب حجم التصدير نعم. اليوم يلعب دور في التمويل؟ لا. يعني اليوم في شركة لازم تصدر مثلا سين الرقم الفلاني أو مثلا كونتينر 12 أيا كان؟ لا لا، لا يوجد مؤشر بهذا الخصوص، لأنه سوف يكون مخالف لالتزاماتنا الدولية. لأنه سيكون طيب. موجه فقط للتصدير. نعم، ولكن هذا الصندوق أيضا هو مخصص للتصدير. نعم، في برامج مسموح بتنفيذها معروف بها عالميا وليس لا تخالف منظمة التجارة العالمية بما فيها برامج المتضمنة في الصندوق. نعم نعم. طيب اليوم عندما نتحدث عن الشفافية في إعطاء، دائما ما نبحث عن الشفافية أينما وجدت آليات الدعم، أينما وجدت طرق التقديم لدعم معين، وخاصة بأن المتحدث أقل رقم ذكرتي 50,000 دينار للمنشأة أو للمؤسسة، كيف سيكون التقديم والفلترة وأيضا المنح؟ نعم، زي ما أشرت أنه بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالنظام سوف يتم العمل على التعليمات، وأوريدي وزارة الصناعة والتجارة بتشارك مع القطاع الصناعي بدأنا في إعداد مسودة لهذه التعليمات، لكن يجب أن ينتهي صدور الإرادة الملكية بالنظام ومن ثم يتم إقرار التعليمات من قبل اللجنة إدارة الصندوق، وبعد ذلك سوف يتم طبعا الإعداد لتأسيس هذه الوحدة، وكذلك سوف يتم بعد ذلك الإعلان عن قبول الطلبات. كل ذلك سوف يكون في هذا العام، في هذا العام يعني خلال 2 إلى 3 أشهر ماكسيمم سوف يتم الإعلان عن البدء بالطلبات. سوف يتم إنشاء منصة لتقديم الشركات للطلبات، وهنالك لجان الفلترة، ما يطابق المعايير، التأهيل، ومن ثم اتخاذ القرار بتوقيع الاتفاقيات لتقديم المنح. طيب بماذا يختلف هذا الصندوق عن صناديق أخرى مرت على الوزارة ومرت على دوائر حكومية أخرى؟ يعني نتحدث عن دعم، صندوق دعم المحافظات، صندوق دعم الصناعات الصغيرة، صندوق صناديق نعم. كثيرة نعم. أتت روجنا لها واختفت نعم. أو ذهبت في مع الريح. اليوم هذا الصندوق كيف نضمن بقاؤه ونتائجه واستمراره بشكل عام؟ نعم، أولا سوف أبدأ من ما انتهيت، استمراره. استمراره سوف يتم رصد ميزانية سنوية، وهذا التزام الحكومة بموازنة كل عام ب 30 مليون دينار. هذا بالإضافة، يعني احنا فور ما بلشنا نعمل على النظام وأرسلنا لرئاسة وزراء وردنا كثير من المانحين يرغبون في تمويل هذا الصندوق، فأعتقد أن هنالك الاستمرارية. نعم يعني الإجابة. أما فيما يتعلق ماذا عن الصناديق الأخرى، فصندوق تنمية المحافظات مختلف. صندوق تنمية المحافظات هو قروض ويجب السداد قروض، وبعدين إذا انطبقت هنالك معايير معينة، معايير وشروط، وفي سقف مليون دينار يعني قروض، وبياخدها وهدفه المحافظات. هنا الشركات الصناعية في جميع محافظات المملكة، لا يوجد تخصيص لمحافظة معينة. صندوق تنمية المحافظات أنشئ بإرادة ملكية سامية بهدف تنمية المحافظات الأقل حظا في بعض الأماكن لتوظيف وتوفير فرص عمل، لكن يتم السداد بالكامل. نعم. القرض يتم السداد بالكامل. هنا نتحدث عن منحة كاملة. منحة؟ لا، في مساهمة. أو يعني بالطبع. نعم. بس ما أقصده نعم. أنه لن يكون هناك سداد. لا لا. لجزء منها. لا. سيكون هناك أيضا تعاون مع جيتكو ذكرتي. جيتكو شركة بيت التصدير. نعم.
طيب اليوم ما الذي الذراع التنفيذي لوزارة الصناعة والتجارة؟ تماما، هذا هو نعم. السؤال فعليا الثاني، انه اليوم ما الفرق بين، لماذا لم تطبق جدكو ذلك بدون العودة الى انشاء صندوق اخر؟ نعم، لانه لا يوجد تمويل كافي. احنا لاول مرة يرصد هذا المبلغ 30 مليون دينار بالسنة، يعني ومخصص لقطاع الصناعي، لأول مرة يتم رصد هيك مبلغ، يعني مبلغ كبير، لا قروض ولا بشكل آخر دعم مالي غير مسترد. طيب لو رصد المبلغ نفسه لجدكو شو بيختلف؟ يعني هذا هو القصد، أنه ما الفرق اليوم بين هذا الصندوق وما بين جدكو؟ مختلف، لأنه جدكو تنفذ جزئية بسيطة من هذا، خاصة أنه جدكو تابعة للصناعة والتجارة. نعم، ذراع تنفيذي. وذراع تنفيذي. ذراع تنفيذي نعم، لكن جدكو تنفذ في هذا الصندوق جزئية كما أشرت، لا تنفذ الجزئية الخاصة بالصادرات، لأنه عند إنشاء شركة بيت التصدير وبالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أنشئت هذه الشركة لتوحيد الجهود المبذولة والتنسيق فيما يتعلق بالصادرات الأردنية لترويج الصادرات. فالجزئية جدكو لن تقوم بهذا المهام. أيضا جزئية ضمان الصادرات لا تقوم بها جدكو، مختلف. نعم، طيب اليوم عندما نتحدث عن إجراءات نتحدث عن وقت، ذكرتي بأنه خلال أشهر سيبدأ التقديم، لديكم تصور معين لهذا الصندوق؟ هل سيكون هناك كوادر جديدة تأتي لتؤسس الصندوق أو تعيينات أخرى؟ يعني ما هو المخطط القادم؟ نعم، سوف نعتمد على كادر وزارة الصناعة والتجارة أكيد، وهنالك دعم من البنك الدولي في فترة البداية بتشغيل الصندوق. نعم، يعني إذن وسيكون تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة وليس هيئة مستقلة. لا، الجزء المنفذ من قبل جدكو كامل من موظفين جدكو، الجزء المنفذ من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض كامل من الشركة، والجزء المتعلق بالبيت التصدير أيضا كذلك. طيب الجزء لن يكون هناك تعيينات أو بجدكو أو بيت التصدير أو غير ذلك. نعم، طيب عندما نتحدث أيضا عن الصناعة والتجارة وفي ظل أزمة كورونا تحديدا، طالما يتبادر إلى ذهن أي مستمع هو أو مشاهد هو المخزون الاستراتيجي بشكل عام. اليوم لدينا مخزون آمن من الحبوب؟ نعم، فيما يتعلق الحبوب أكيد، يعني كما تعلم أخي الفاضل وجميع المشاهدين أن الحكومة لا تؤمن غير سلعتين، هما القمح والشعير. وبحمد الله المخزون من فترة طويلة لم يتم وجود أي نقص في مادتي القمح والشعير، لدينا مدد كافية آمنة، وبالعكس نسعى إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي بإنشاء المستوعبات أخرى. خطتنا لنهاية 2023 للوصول إلى تأمين مخزون عامين في المستودعات وعلى الطريق من مادة القمح، وعام ونصف لمادة الشعير في المستودعات أو المستوعبات وعلى الطريق. طيب اليوم كم نملك من هذه الحبوب بشكل عام؟ كما ذكرتي 15 شهر عندي بالقمح الآن، وشعير 12 شهر. نعم، على الطريق وداخل المملكة. طيب يعني سأعود إلى آلية احتساب القمح بشكل عام. اليوم إذن جميع مستوعباتنا مليئة؟ لا، هنالك فراغات بالطبع، مدام في استهلاك شهري وإحنا الشراء مستمر أيضا كذلك، يعني اللي بنستهلكه بنشتري بداله، فبالتالي دائما لا دائما في عطاءات عندنا. إحنا أسبوعيا لدينا عطاء قمح وعطاء شعير. طيب فيما يتعلق بالعطاءات اليوم هناك شفافية في طرح العطاءات؟ أكيد. الحكومة ليست من يشتري في البداية، ليست من يشتري أو يتعامل من السوق الخارجي، صح؟ هنالك لا، شركات، عن طريق شركات تقدم للعطاء، هي تقوم بعملية الشراء، وكيلها بالأردن، ضروري يكون شركة مسجلة بالأردن، وتقدم عند طرح العطاء، تقدم إلى حد ساعة فتح العطاء، يتم الفتح بشفافية كاملة. هنالك أعضاء من وزارة الصناعة، من وزارة المالية، من ديوان المحاسبة، نفتح العروض وأكيد يعني حسب المنهجية المتبعة بشفافية تامة. نعم، لأي عطاء، يعني هذا ما يحدث لأي عطاء. والشعير. طيب اليوم عندما نتحدث عن القمح والشعير، يتم احتساب ما تملك وزارة الصناعة والتجارة في مستوعباتها، صح؟ نعم. طيب وعلى الطريق نعم. يعني خلاص تم التعاقد عليه. نعم، جميل. طيب فيما يتعلق في باقي المخزونات، عندما نتحدث المواد الغذائية الأخرى، نعم. معلبات، نعم. زيوت، غيره. نعم، وزارة الصناعة والتجارة والتموين أكيد تراقب
المخزون الاستراتيجي، لدينا نظام رصد محوسب مربوط مع دائرة الجمارك يبين لنا الكميات الداخلة بشكل يومي أكيد، ونتابع كذلك مع كبار التجار في مستودعاتهم حول هذه السلع. السلع الغذائية المهمة لسلة الغذاء المواطن الأردني، بنحكي عن بقوليات، بنحكي عن زيوت، بنحكي عن سكر رز. هلأ مدد الكفاية الآمنة المعروفة عالميا يعني تتراوح مثلا السكر شهرين إلى 3 أشهر في بعض المواد، في طبيعة مواد يعني تستطيع أنه يعني تخزنها لفترات طويلة، على سبيل المثال الزيوت لا تستطيع أن تخزنها أكثر من 3 أشهر لأنه بعد ذلك يصبح الزيت بحاجة إلى عملية تكرير. فالمخزون المدد الكفاية الآمنة المتعارف عليها من 2 إلى 3 أشهر، وبحمد الله نعم لدينا مخزون في مستودعات القطاع الخاص وليس الحكومة، لأنه أكيد القطاع الخاص هم من يقوم بالاستيراد المواد الغذائية. يعني عندما نقول بأنه لدينا مخزون من الأغذية جيد، نعم، هنا تتحدث الحكومة عن لدينا تجار. مخزون في على رفوف التجار أو في مستودعاته. نعم تجار، نعم أكيد. ولا يعني ليست مخزن لدى الدولة، فبالتالي لا تتحكم بأسعارها أم تتحكم؟ لا أكيد لا تتحكم، لكن المؤسسة المدنية لا تشتري من السوق العالمي، تشتري من التجار الوكلاء من هنا، لديها مخزون آمن، لديها مخزون عادة تحتفظ بمخزون تقريبا 6 أشهر أو أكثر من ذلك، يعني تشتري من التجار المحليين. تتحكم بالأسعار؟ لا، احنا سوق حر، السوق يوازن نفسه، هنالك معادلة السوق يعني ودور الوزارة الصناعة أطراف معادلة السوق، الصانع والتاجر والمزارع والمواطن، يعني احنا دورنا إيجاد حلقة التوازن، نراقب الأسعار بشكل يومي ونرصدها ويعني يتم رفع تقارير بها. إذا لمسنا هنالك ارتفاع غير مبرر للأسعار، وما أقصده غير مبرر أن هناك ارتفاع غير مبرر أكثر بكثير من نسبة هامش الربح المعقولة المتاحة والمعقولة. يعني سأعود إلى جزئية التسعير ومراقبة الأسواق تحديدا بهذا الشق، ولكن اليوم لدينا نقص مثلا بسلع معينة؟ لا بحمد الله، لا لم تردنا أي شكوى بنقص أي مادة غذائية، حتى خلال الفترة التي شهدنا فيها ارتفاعات أسعار عالمية ونقص في العديد من رفوف أسواق في دول متقدمة، بحمد الله لم يردنا أي شكوى بنقص مادة معينة. نعم، طيب اليوم عندما نتحدث عن سوق حر، نعم، بس بنفس الوقت وزارة الصناعة والتجارة تملك الحق بالمراقبة على الأسواق للتأكد من أن المنافسة في الأسواق جيدة وشريفة، وتوفرها أكيد، وتوفرها، نعم. هلا توفرها خلصنا بشق المخزون، مخزوننا آمن وإلى آخره. اليوم مراقبتكم كم مراقب في للأسواق في وزارة الصناعة والتجارة؟ نعم، مؤخرا اعتمدنا على كوادر كانوا في السابق يتابعون ويفتشون تطبيق أوامر الدفاع، فبعد انتهاء بتعرف يعني موضوع التفتيش بأوامر الدفاع والكمامة وهذه الأمور والتباعد، تم انتدابهم إلى وزارة الصناعة والتجارة، حوالي 500 مراقب أسواق تم توزيعهم على كافة محافظات المملكة. هنا لدينا مديريات في كافة محافظات المملكة، يعني نقدر نحكي أنه وزارة مصغرة بكل محافظة لديها المهام مراقبة الأسواق، حماية المستهلك، كل الأمور التي تسجيل، كل الأمور التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة في المركز تقوم بها المديريات في كافة المحافظات، ويتم رصد الأسعار ومراقبة الأسواق بكافة محافظات المملكة، ويوميا يتم إعداد تقرير موحد لرفعه لأصحاب القرار بالوزارة. طيب اليوم نتحدث إذن عن 500 مراقب، سنتحدث عن الصلاحيات التي لديهم وأيضا المهارات التي يتمتعون فيها، ولكن سنذهب إلى فاصل قصير. اسمحوا لي أن نذهب مشاهدينا إلى فاصل قصير ونعود من بعده لكم هذه الحلقة من الأحد الاقتصادي، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من الأحد الاقتصادي التي نتحدث فيها عن المخزونات الاستراتيجية والصناعة والتجارة بشكل عام، وأيضا عن مراقبة الأسواق. ضيفتي في هذه الحلقة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة السيدة دانا الزعبي. أهلا وسهلا بك من جديد سيدة دانا. وسأبدأ بما انتهينا به قبل الفاصل، كنا نتحدث أن الوزارة لديها 500 مراقب أسواق. ما هي صلاحيات هؤلاء المراقبين؟ طبعا هذول المنتدبين كما أشرت منتدبين وليس من كادر وزارة الصناعة، بس كلهم يعملوا اليوم. نعم نعم، يعني نملك 500 مراقب أسواق. نعم، يعني هلأ في تم التعاقد معهم، بعضهم بنتهي عقوده، لكن في ممكن يتم تعزيز الكوادر، لأنه احنا يعني فترة الماضية كانت فترة حرجة فيما يتعلق بالأسعار. دورهم برصدوا، طبعا احنا عندنا التفتيش بكاميرات بيصور إذا في كان هنالك مخالفة، لأن لدى التاجر حق الاعتراض في حال حس حاله أنه في غبن بتحرير المخالفة. نراقب احنا كوزارة صناعة وتجارة على الأسواق وعلى المولات على المخابز، لكن إذا في كان تفتيش مثلا في منشآت أخرى كالمطاعم والأمور الأخرى، في هنالك أكيد يعني جهات أخرى تفتش فيما يتعلق بالجودة بالمواصفات وغيرها. مراقب الأسواق كوادر وزارة الصناعة والتجارة لديهم ضابط عدلية أكيد كما أشرت لتحرير المخالفة. نعم، إذا يراقبون الأسعار فقط أم أن مراقبة الأسعار والجودة والالتزام بوجود السلع وغيرها؟ لا، احنا كقانون صناعة وتجارة يراقبون على الأسعار كرصد، أولا كرصد للأسعار حتى أصحاب القرار في الوزارة يعرفوا كيف توجه الترند تبع الأسعار. ثانيا الإعلان عن السعر، يعني ضروري من حق المستهلك أن يكون هنالك إعلان عن السعر. إذا كان هنالك اختلاف بالسعر المعلن عنه وسعر البيع أيضا يصير يعني يتم هنالك في مخالفات. إذا كان هنالك لا سمح الله عدم توفر مادة يعني على سبيل الاحتكار، وبحمد الله لم نشهد مثل هذه الحالات بالرغم من الفترة الماضية كانت فترة قاسية نوعا ما فيما يتعلق بسلسلة التوريد العالمية. أيضا نقوم بالتفتيش في على المخابز على توفر بعض أنواع الخبز، خصوصا الخبز المدعوم، الخبز العربي الكبير. هذه الأنواع المراقبة. أما فيما يتعلق الجودة لا، في قسم مؤسسة الغذاء، في عندنا مؤسسة المواصفات والمقاييس، يعني كلهم باختصاصه. طيب اليوم هناك طحين مدعو. نعم. طيب هناك رخص جديدة لمخابز جديدة أم أنها توقف؟ لا، احنا نفتح المجال. هلا ترخيص المخابز متوقف، لكن في كل فتره من الزمن من العام نفتح المجال طلبات اذا في اي حدا حاب يفتح مخبز. بنهتم طبعا في معايير معينه لانشاء اي مخبز، اكيد يعني بدرسوها لجنه مختصه بهذا الخصوص عشان ما يصير في تزاحم بنفس المنطقه لاكثر من مخبز. طيب ذكرتي أيضا قبل قليل بأنه خوفا من الاحتكار، يعني أيضا دور من أدوار المراقبين أن ينتبهوا لفكرة الاحتكار بشكل عام. اليوم إذا تحدثنا عن السوق الأردني، سجلت حالات احتكار في الفترة السابقة؟ لا، بحمد الله، يعني كما أشرت بالرغم من الفترة الصعبة فيما يتعلق بسلسلة التوريد العالمية، وهو كان في هنالك شح بالتوريد من قبل دول المنشأ، لم نشهد أي حالة احتكار. وكان نرصد احنا يعني بشكل، احنا عندنا أرقام هواتف شكاوى، في عندنا منصة لاستقبال الشكاوى، لم نرصد أي شكوى من هذا النوع بحمد الله. نعم، طيب عندما نتحدث عن عدم رصد شكاوى في موضوع الاحتكار، أصبحنا نلمس في بعض الأحيان أن هناك ارتفاع بشكل عام في سلعة معينة في وقت معين. نعم. وبذات الوقت هناك تباين في ارتفاعات الأسعار بشكل عام. طيب اليوم عندما نتحدث عن هذا الكلام، هل نتحدث عن اتفاق بين التجار فبالتالي يمكن أن يرقى لاحتكار؟ هلا إذا حصل هنالك اتفاق هذا مخالف للقانون، وعندنا قانون اسمه قانون المنافسة. إذا كان هنالك اتفاق بين عدد من التجار أو الجمعيات لتحديد سعر معين، أكيد هذا مخالف للقانون. سجلت حالات؟
يعني قبل فترة يمكن سمعتوا قضية يمكن الحليب، لكن تراجعوا يعني بعد ذلك. هلأ كانت يعني الحق يقال كان جهل، كان جهل بالقانون، ما بعرفوا أنه كان مخالف، لكن يعني إحنا يعني دورنا مش المخالفة قد ما هو التوعية، تصحيح المسار بالبداية. نعم نعم. طيب اليوم في ارتفاع بالحليب بمناسبة الحليب؟ نعم يعني شاهد الفترة الماضية أكيد يعني زي ما سمعتوا جميعا ارتفعت الحليب يمكن حوالي بأربع قروش أو خمس قروش على الكيلو، لكن مش للمواطن، بين المزارع والمصانع، مصانع الألبان. نعم. سينعكس على المواطن؟ يعني بالتأكيد مصانع الألبان ما راح يعني ما راح يرتفع عليها السعر وتشيل الحمل لوحدها. نحن نراقب الأسعار، نعم نحن نراقب الأسعار، وعند أي سلعة نشهد فيها ارتفاع غير مبرر، أعود وأقول ارتفاع غير مبرر بالأسعار، أكيد يتم الإجراء، ندرس الكلف. طيب. نجلس حتى موضوع تحديد الكلف ما بنعمله احنا بس في وزارة الصناعة والتجارة، بالعكس من نادي ممثلين القطاع وندرس معهم الكلف للوصول إلى سعر عادل. إذا أحسسنا أو شعرنا أن هنالك ارتفاع في الأسعار أكيد الوزارة تتدخل. طيب ستي، هذا في ارتفاع الأسعار أنا بدي أبسطها بموضوع المبرر. نعم. عندما نتحدث عن ارتفاع مبرر كما حدث في الفترة الأخيرة في ارتفاع الشحن وارتفاع غيره. نعم. طيب عاد وانخفض وبقيت الأسعار عند مكانها مثلا. نعم. لم تنخفض، أصبح غير مبرر في تسعير الجديد. أكيد أكيد. طب تدفعوهم لتخفيض طبعاً الأسعار؟ طبعا طبعا، احنا يعني بحمد الله هنالك تشاور بشكل دوري وما بدي أقول لك يومي مع القطاعات الصناعية وقطاعات التجارية، لأنه يعني أكيد بحكم القانون احنا وزارة الصناعة والتجارة المظلة للقطاع الخاص. هلأ شهدنا خلال الفترة الماضية يعني تقريبا بلشنا من ثلاثة أشهر انخفاض بأسعار العالمية، مؤشرات الأغذية بل يعني بدأت بظهور أنه بانخفاض بالأسعار العالمية للسلع الأساسية. بحمد الله وأكيد يعني حضرتك يعني زي باقي المواطنين لمستوا الانخفاض بالأسعار، وبدي أعطيك أمثلة. احنا زي ما حكيت لك احنا نرصد الأسعار بشكل يومي ونعمل مقارنات أسبوعية ونعمل مقارنات شهرية. هلا مثال واحد من شهر 7 وشهر 8 في انخفاض كان كبير بأسعار الزيت، يعني حوالي ب10% انخفاض، ولسه ما زال يمكن في انخفاض أكثر. يعني بتعرف التجار عندما ينتهي المخزون الشراء بالسعر الجديد وهكذا، هنالك انخفاض في أسعار التجار. طيب أكيد هذا هو مبرر ذلك. بعض التجار أنه اليوم بيقول لك أنا لن يكون هناك تخفيض للأسعار. نعم. حتى ينتهي المخزون اللي اشتريته على السعر الغالي. مبرر إذا مبرر. كان نعم. عدم رفع أسعار المخزون الأصلي في حال ارتفع، يعني أنا كان عندي عدد معين أو كمية معينة من مثلا أي مادة غذائية معينة. نعم. هل يتم المراقبة عليهم أصلا أنه لا يجوز رفع أسعار السلع قبل أن يستوردها؟ نعم. يعني السلع المخزون الموجود عنده بربح فيه. نعم. أكثر من اللي بيستورده. يعني بتعرف يعني أخ عبد الله ما حدث في الفترة السابقة أنه يعني بحمد الله كانت الأسعار بأقل من أسعار كثير المواد الاستهلاكية من دول كثيرة، منطق يعني سواء قريبة لنا بمصادر الدخل أو بعيدة يعني متقدمة أكثر منا. بحمد الله لأنه كان تاجرنا واعي، احنا في الحقيقة الارتفاعات كانت ليست كبيرة غير مبررة، لكن عندما أحسسنا أنه في لديهم أسعار معينة يجب أن يخفضوا منها تناقشنا منه مع القطاع الخاص وتم تحديد سقوف سعرية خصوصا في مادة الزيت. أيضا يعني تخضع للمراجعة، حسينا أنه زيت الذرة مثلا يعني أنه بحاجة أن يكون مفروض سعره أعلى من هيك، يعني يتم المراجعة بشكل دوري. كما يعني أشرت أكيد كان هنالك مخزون بالفترة الماضية، فترة كورونا أثبتت أن التجار الأردنيين لديهم القدرة على فعلا إيجاد مخزون وأيضا حماية السوق بشكل عام. أنا أتحدث هنا عن المستوردين، الصناعة بالتأكيد سنأتي عليها لأنها جزء من المخزون أكيد، يعني طبعاً جزء في تأمين المخزون. نعم. طيب اليوم الصناعة برزت في كورونا أم أنها تضررت؟
برزت أم تضررت؟ هنالك صناعات ازدهرت في كورونا، وكما تعلم يعني أكيد المنظفات، السانيتايزرز، الكمامات، في أمور كثير، السلع الغذائية ازدهرت بشكل كبير، حتى صادراتنا يعني بحمد الله بالعام 2020 كانت سنة استثنائية لكل حجم التجارة العالمية. حجم التجارة العالمية انخفض في كل دول العالم إلا بالأردن وبحمد الله، أي نعم ما ارتفع بنسب كبيرة، ارتفع 0.1، يعني هو مش ارتفاع لكن الحمد لله ما انخفضت. هذا يدل أنه الحمد لله رب العالمين أنه في صناعة قوية وقدرت توقف على إجرها، خصوصا الصناعات الغذائية. كان ذلك بسبب الطلب العالمي بالنسبة للسلع الغذائية وبعض السلع المتعلقة بالمنظفات والأمور المتعلقة مستلزمات الطبية بكورونا. طيب هذا فيما يتعلق ب يعني لنتحدث عن أمان تجاري وأمان صناعي بشكل عام. تبحثون عن تنوع، أو هل تهتم وزارة الصناعة والتجارة اليوم بالتنوع الموجود في القطاعات، تنوع تجاري وتنوع صناعي؟ نعم أكيد أكيد 100%. إحنا هذا الهدف، إحنا بدنا نشتغل على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي. أكيد من المعلوم يعني أنه إحنا في عنا صناعات مفقودة، صناعات مفقودة من عدد من الصناعات. هذا هدفنا بالمرحلة القادمة إن شاء الله، ولتلبية تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي إن شاء الله، رح نشتغل على هذا الموضوع فيما يتعلق تعزيز تنافسية القطاع الصناعي لتكون أكثر تنوعا وأكثر تنافسية. نعم أستاذة دانا، سأذهب إلى فاصل قصير، ومشاهدينا سنعود من بعده لنكمل هذه الحلقة من الأحد الاقتصادي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في الأحد الاقتصادي. سيدة دانا، سأعود من حيث انتهينا ولكن في شق دولي، ولكن قريب، نتحدث عن شراكات أردنية مع عدد من الدول في الفترة الأخيرة. سأبدأ من فعليا الشراكة الصناعية المتكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة الأردنية المصرية الإماراتية. ماذا استفدنا وماذا سنستفيد من هذه الشراكات؟ نعم، يعني كما تعلم أخ عبد الله، احنا اطلقنا او تم اطلاق هذه المبادرة بنهاية شهر 5 بحضور وبرعاية اصحاب دولة رئيس الوزراء من دول الثلاثة، مصر والأردن والإمارات. وبحمد الله يعني بدي أقول لك بعد الإطلاق، يعني هذا يعني إحدى مؤشرات الجدية على المضي قدما بهذه الشراكة. يعني بعد يومين تم اجتماع بتأسيس لجنة عليا من وزراء الصناعة والتجارة في الدول الثلاث، وعقد الاجتماع الأول وشكلت لجنة تنفيذية، بعدها بيومين تم اجتماع اللجنة التنفيذية، وبعد ذلك أصبح اجتماعات دورية أسبوعيا باللجنة التنفيذية virtual meetings أمناء ووكلاء وزارات الصناعة بالدول الثلاث. بحمد الله الاجتماع اللجنة العليا الثاني الذي كان تقريبا ب 25/7 الشهر الماضي، أعلننا عن نتائج الاجتماعات على مدار الشهرين الماضيين. طبعا عند إطلاق المبادرة احنا حكينا في قطاعات، يعني هدفنا التنمية المستدامة، الأمن الغذائي، الأمن الدوائي، فكانت مواضيع الأغذية، مواضيع الزراعة، مواضيع الأدوية، البتروكيماويات، وهذه الأمور الهدف الأساسي تكامل صناعي بين الدول الثلاث. المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص، أكيد القطاع الخاص الأردني، بس يكون في تسهيلات حكومية. نعم، الأردني والمصري والإماراتي يعني رح يكون بكل مشروع سبلاي تشين كاملة، ما في مشروع يتم تنفيذه الأردن أو إمارات أو الأردن والإمارات وهكذا. هلا تم الإعلان، يعني احنا خلال أعطينا أولوية لقطاعين، قطاعين مهمين، أغذية وزراعة وأسمدة، هذا قطاع، وقطاع الأدوية. من هدول القطاعين وردنا 87 مشروع من الدول الثلاث، تم مناقشة، كانوا يعني مشاريع بتحسهم أكثر جدية وأكثر جاهزية، حوالي 26 مشروع. اخترنا في المرحلة الأولى 12 مشروع، وليس أنه يعني الباقيين رح نشتغل عليهم وفورا بعد الاجتماع بلشنا فيهم. 12 مشروع، يعني هلأ 26 مشروع بقيمة 5.3 مليار، و12 مشروع تم إعلان هاي الفلوس من القطاع الخاص.
نعم حجم الاستثمار. نعم حجم الاستثمار. نعم. 3.4 مليون حجم الاستثمار ب 12 مشروع في هذه القطاعات. بحمد الله شركاتنا الأردنية كانت بتبيض الوجه الحمد لله في هذه القطاعات. يعني احنا لدينا مشاريع زراعية، لدينا مشاريع زراعية بهدف صناعي. يعني مثلا زراعة شو بدي أقول لك، شمندر لغايات تكرير السكر وهكذا. تصنيعية. نعم تصنيعية. مشروع مشاريع زراعية، مشاريع أسمدة، مشاريع أدوية. فكانت بس هاي الفلوس اللي حكيناها نحكي عن مليارات وملايين. نعم. بالدينار ولا بالدولار؟ دولار. 3 مليار. طيب هذه هي، طيب هاي مشاريع قطاع خاص. نعم. من الدول الثلاث أين سيتم إنشائها؟ في الأردن؟ يعني بحسب المشروع. في مشاريع، يعني الفكرة ماذا؟ الفكرة تكاملية. يعني استفادة من الميزة التنافسية لكل دولة. مثلا أنا عندي، بدي أعطيك مثال، عندي مثلا رو ماتيريالز الفوسفات، أنا يعني ما حدا بيقدر ينافسني بهذا الخصوص. باجي بشتغل رو ماتيريال، مثلا بفتح مصنع مثلا بستورده من الإمارات لغايات تصنيع مثلا حمض الفوسفوريك وهكذا. يعني تكاملية بشكل كامل. لكن هنالك لا، في مشاريع بالأردن أكيد في عنا مصانع لا يعني تم الإعلان عنها، لكن اسمح لي ما بقدر أحكي أسماء الشركات طبعا، لأنها أولا لغايات سرية، كمان ما عشان ينفهم أنه دعاية وإعلان بهذا الخصوص. طيب هذا في الشق، في هذه، في هذه الاجتماعات تحديدا. طيب الاجتماعات الاخرى، واتحدث عن الاردن ومصر والعراق. نعم. هذه الاجتماعات ماذا تمخض عنها؟ اسمح لي بس ارجع للشراكه الاولى، نسيت احكي انه تم الاعلان عن انضمام دوله البحرين لهذه الشراكه، فصارت 4 دول في هذه الشراكه. نعم. جميل. الشراكة الأردنية المصرية العراقية للتكامل الصناعي، يعني تم توقيع مذكرة التفاهم ببداية هذا العام، وعند دخول حيز النفاذ واكتمال عملية حيز التنفيذ بدأت الاجتماعات virtual meetings بين الدول الثلاث. يعني بلشنا شوية هيك مشاريع خفيفة، في مشروع يعني بداية لإنشاء منصة للمنتجات الصناعية بالدول الثلاث. كان هنالك من المزمع اليوم بالحقيقة يكون في اجتماع للوزراء الثلاثة بالعراق لاعتماد خطة تنفيذية لمشاريع يتم العمل عليها، لكن للأسف يعني بتعرف في تغيير كان حكومي بمصر، فتغيرت الوزيرة، وزيرة الصناعة والتجارة، ويعني الوزير الجديد يعني يمكن بده شوي وقت قبل ما يرتب أموره ويتم عقد الاجتماع. نعم، ولكن الاجتماعات قائمة والشراكة قائمة. نعم نعم نعم، أكيد في بيننا وبين العراق، إحنا منطقة اقتصادية يجري العمل عليها الآن بمرحلة، يعني رح يكون فض العروض للعطاءات لإنشاء المدينة الاقتصادية. مصر لديها اهتمام بالدخول بشركات في هذه المدينة الاقتصادية أكيد. من جانب آخر، وقعنا مذكرة تفاهم مع الجانب المصري على هامش اجتماعات اللجنة العليا التي عقدت بشهر شباط برئاسة من الجانب الأردني دولة الرئيس الوزراء، مذكرة التفاهم حول إنشاء مناطق لوجستية. هذا يعني أكيد بيساعد على تعزيز الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي. بدأنا شوي اجتماعات مع الجانب المصري، الجانب العراقي يعني يمكن لديه اهتمام أيضا بالدخول بهذه الشراكة، فكان المفروض الاجتماع الذي كان يعقد هذا الأسبوع يبحث العديد يبحث من هذه الملفات. نعم. نعم. طيب اليوم هذه المنطقة لديكم تاريخ لإنشائها؟ أي المناطق اللوجستية؟ اللوجستية؟ نعم، هلأ المناطق اللوجستية احنا بفكرة إنشائها بدنا نحدد أولوياتنا. طيب. ما هي المواد، السلع اللي بدنا إياها لنخزنها؟ بس أكيد. ما حددتوا المواقع؟ لا، ما يعني هلأ احنا كل دولة أكيد بدنا احنا نحدد الأولويات. مثلا أنا إذا بدي بحكيك عن زيوت نباتية، أنا ما عندي أماكن لتخزين الزيوت النباتية على سبيل المثال. يعني كل دولة، أنا ما رح أشتغل على مناطق لوجستية لقمح وشعير مثلا، لأن أنا عندي كفاية وعندي مستوعبات. جميل. لهذا. طيب والمنطقة المنطقة الصناعية المشتركة الأردنية العراقية الاقتصادية. نعم. الاقتصادية. نعم، احنا هلأ مرحلة، يعني هي تأخرت، يعني هلأ مرحلة فض العروض المفروض، يعني سوف يتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة الشركة لتقييم العروض التي تقدمت إليها، وسيتم يعني بتعرف يعني بدها وقت. ولكن لا يزال الطرفين مهتمين فيها. أكيد 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 أكيد. نعم. طيب إذا تحدثنا عن دور وزارة الصناعة والتجارة بشكل عام. نعم. في رؤية تحديثا للقطاع العام.
ما هو دوركم اليوم؟ التحديث الاقتصادي. التحديث الاقتصادي عفوا. يعني وهنا نتحدث عن دور جوهري يفترض. نعم. لأنه هي أحد أهم ما يدفع عجلة النمو. تحفيز أكيد لتحفيز النمو الاقتصادي، نعم. قطاعات الصناعة والتجارة. يعني مؤخرا تم الإعلان من مجلس الوزراء على تشكيل اللجان الوزارية، 4 لجان وزارية لتنفيذ هذه المراقبة على الفرق العمل التي سوف يتم تشكيلها. وزارة الصناعة والتجارة تترأس فريقين عمل برئاسة، طبعا كل الفرق العمل برئاسة أمناء العامين للوزارات، فأنا أترأس فريق الصناعة وأترأس فريق التجارة، بالإضافة إلى وجود وزارة الصناعة والتجارة يعني بتقريبا أكثر من 8 فرق عمل أخرى، لأنه في تشابك في الأعمال. دورنا أكيد يعني إحنا الهدف الأساسي فيما يتعلق بالصناعة تحفيز وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الأردن. تم يعني تحديد 5 قطاعات لدينا فرص فيها واعدة لتحفيزها، كالصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، صناعات الألبسة والصناعات الدوائية. هذه ال5 قطاعات سوف في المرحلة القادمة بعون الله، يعني احنا معانا لواحد 11 تسليم الخطط للجان الوزارية، لكن معانا لواحد 10 لتسليم الخطط فيما يتعلق بالعام القادم ليتم إدراجها بموازنة العام القادم. هذه القطاعات طبعا هذا هنا نتحدث عن جزئية لتخصيص دعم لهذه الخطط أو نعم. نقود لتنفيذها لضمان نعم. تنفيذها وضح على الأرض الموازن. نعم. نعم. نعم لأنه أنا بدي أحط خطط من غير موازنة يعني شوي أحكم عليها بالإيقاف على أكيد 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 فيما يعني الجزء الخاص بالحكومة. هلأ في جزء مين بده ينفذه؟ أكيد يعني القطاع الخاص، بس فيما يتعلق بإعداد الاستراتيجيات والسياسات والبيئة التمكينية هو دور الحكومة أكيد الأردنية. أحنا رح نشتغل إن شاء الله في الفترة القادمة على إعداد للسياسة الصناعية القادمة، رح تكون at sectoral level، رح نرسم سياسة صناعية لكل قطاع مختلف عن سياسات القطاعات الأخرى. وبحب أوضح بهذا المجال أنه يعني أنا السياسة الصناعية اللي بدي أرسمها للألبسة على سبيل المثال مختلفة، يعني أنا بدي أزيد الفاليو آدد بقطاع الألبسة، لكن 20% أنا صادراتي من الألبسة، لكن أنا بدي أعزز الفاليو آدد. فيما يتعلق بصناعات الأغذية عندي منتج رائع، الصناعات المحلية في القطاع، الصناعات الغذائية، أنا سأرسم سياسة لتعزيز صادراتي من هذا المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى هنالك بعض السلع المنتجات مفقودة بسلة الصادرات الأردنية اللي معتمدة على الهاي تك اللي بيحكوا عنها الماشين التكنولوجيا العالية. نعم في عندنا صناعات يعني في الصناعات الهندسية يعني إحدى من أهم الصناعات اللي راح نشتغل عليها، أيضا الصناعات الكيماوية يعني ما الواحد يستهل فيها، تعقيدها عالي جدا في الجلوبال فاليو تشين، فأكيد رسم السياسة للصناعات الكيماوية راح يكون مختلف. أيضا سنعمل على إعداد استراتيجية وطنية للتصدير، هذه ليست فقط لقطاع الصناعة وإنما أيضا هنالك قطاعات خدمية وقطاعات زراعية. سوف يتم تحديد أسواق معينة، منتجات معينة ليتم العمل على دعمها وترويشها. يعني الشق التجاري نعم قبل أن نذهب إلى الشق التجاري، يعني سيكون هناك استهداف لقطاعات معينة لتنميتها لأنها مجدية أكثر. يعني احنا قلنا فيها بوتنشل، لكن أكيد يعني زي ما حكيت لك هلأ الألبسة أنا 20% من صادراتي ألبسة، لكن أنا بدي أشتغل على سياسة أزيد أعزز الفاليو آدد لقطاع الألبسة، أزيد نسبة الصناعة الأردنية بالسوق المحلي، صح ولا لا؟ الصناعات الغذائية بالعكس، أنا عندي بالسوق المحلي يعني تقريبا أكثر من 60% حوالي أو يعني أقل شوي حصتها بالسوق المحلي، لكن لما تفرج عليها بسلة الصادرات لا بحاجة. إذن هنالك احنا حللنا، احنا في تحديات، نقص المعلومات مهم جدا يعني بالنسبة للسوق، صحيح. ترويج مهم جدا يعني أمرات، عشان هيك احنا صندوق دعم الصناعة سوف يدعم هذه القطاعات، سوف يساعد في عملية توفر المعلومات، طيب. توفر البيئة التمكينية للقطاع. جميل، اليوم لديكم المعلومات يعني او جمعتوا المعلومات؟ نعم، لانه هي اول مشكلة كانت التحليل طبعا. طيب ماذا عن التجارة؟ نعم القطاع التجاري أيضا هنالك تحديات يواجهها القطاع التجاري، يعني بهمنا بيئة تمكينية لبيئة الأعمال، تبسيط الإجراءات مهم جدا، يعني قديش يعني تبسيط الإجراءات يساعد على تخفيف الكلف
للقطاعات التجارية. كمان سنعمل على وردة في رؤية التحديث الاقتصادي موضوع التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية موضوع مهم جدا جدا، فسنعمل على تعزيز البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية بعدد من المحاور، الأطر التشريعية وسهولة التمويل والحلول الدفع وكافة الأمور حتى اللوجستية في موضوع البيئة التجارة التموينية. أيضا البيانات الإحصائية، البيانات الإحصائية يعني لزيادة جودتها نوعيتها أيضا تساعد أصحاب القرار في اتخاذ القرار يعني المناسب عند وضوح طبعا. المعلومة سوف يتم العمل على أيضا موضوع البيانات. أيضا البنية اللوجستيات في ميناء العقبة هنالك محاور كاملة فيما يتعلق بالبنية. هلا أي نعم أنا أرأس قطاع الصناعة فريق التجارة، لكن في أكيد محاور سوف يتم تنفيذها مش قبل وزارة الصناعة والتجارة، رح يكون الجمارك، رح يكون ميناء العقبة، في هو عدد موضوع تشاركي بالنهاية. نعم. لكل المؤسسات المعنية. ذكرتي التجارة الإلكترونية. نعم. وهو أيضا يعني في الدقائق الأخيرة أريد أن أتحدث عن. نعم. هذا الموضوع تحديدا، لديكم اليوم ما يضبط التجارة الإلكترونية من أو ما يضمن حق المستهلك؟ نعم، بالحد الأدنى من ضمان حقه في التجارة الإلكترونية؟ نعم، شكرا لسؤالك صراحة، لأنه يعني يمكن في العديد من المواطنين ما بيعرفوا أنه لدى وزارة الصناعة والتجارة جهة يتم اللجوء إليها في حالة حصول يعني يحس يشعر المواطن بالغبن، مديرية حماية المستهلك. طبعا أكيد يعني احنا المشكلة برضو جانب التوعية مهم جدا للمواطن. أنا لما أجي بدي أدخل على ويب سايت مش معروف او يعني انا يعني شو بدي اتوقع او السعر اقل من الموجود، هنالك في حق على المواطن وهنالك في امور لا بنقدر نساعدهم فيها. هلا مواضيع يعني انا بقدر يعني احكي كم رساله توعويه للمواطن. ضروري يطلب الفاتوره صراحه، يعني بهمه يكون في فاتوره. بطاقه الائتمان هاي سلاح ذو حدين، يعني اي نعم بتسير بتسهل اعمالنا لكن برضه موضوعها خطير جدا، يعني ما بقدر يفوتها على اي ويب سايت. في اكثر الامور اللي بيكون فيها مشاكل الأدوات المنزلية بيشتريها عبر الإنترنت من غير ما يجربها. طبعا حتى لو بدك تشتريها أنت من محل أمرات بتحكي له بدي أجربها عشان أشوفها، فمشكلة يعني أنا موضوع الصيانة. لكن هاي الأمور إذا يعني بالنطاق الأردني بقدر أساعدك، إذا شريتها من برا يمكن شوي ويمكن أن يتواصل مع الوزارة. نعم. لتقديم شكوى في ذلك. 100% أكيد أكيد. طيب الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين سيدة دانا الزعبي، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الأحد الاقتصادي الذي يأتيكم دائما في نفس الموعد، فتابعونا دائما وإلى اللقاء.